قال ربنا جل ذكره: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ولم يقل جل ذكره هنا إلى ماذا ينظرون، إنما جاء مبهما فاختلف العلماء فيه، فذهبت طائفة منهم إلى أنهم ينظرون إلى أهل النار، وآخرون قالوا إنه ينظر بعضهم إلى بعض. والصواب أن يقال إن الآية هنا في مقام الامتنان الأعظم بقرينتين، قرينة ما بعدها، قرينة ما بعدها قال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقرينة عقلية دل عليها ما قبلها، فإن الله عز وجل كما ذكر هنا وعده للأبرار قبلها بآيات ذكر وعيده للفجار، فلما ذكر وعيده للفجار قال جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون محرومون أن يروا وجه ربهم جل وعلا، وهذا أعظم العذاب وأشده وأجل من عذاب النار. فيفهم أن أولئك الأخيار المذكورون بعدهم أنهم ينظرون إلى وجه العلي الأعلى. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. لما قال جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مع ما قاله في الأول عن أهل الفجور كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، علمنا أن نظرة النعيم ما كانت إلا بسبب رؤيتهم لوجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا الخطاب تعرف في وجوههم نظرة النعيم لم يعين المخاطب، والمعنى أن أي أحد يراهم يرى في وجوههم نظرة النعيم، لا يحتاج إلى أن يكون ذلك الرأي متوسما أو ذا قدرة أو ذا فطنة أو شخص يميز الأشياء بعضها من بعض، إنما المقصود أيا كان ذلكم الرجل أيا كان حاله فإنه يرى نظرة النعيم في وجوههم، والمعنى أن نظرة النعيم عليهم ظاهرة بينة لا تحتاج إلى مزيد أن يكون الإنسان ذا فراسة أو غيرها لعظيم النعيم الذي هم فيه. فإذا عينا أن تلكم النظرة كانت بسبب الرؤية وجه الله جل ذكره كان الأمر محسوما، فإن رؤية الله جل وجه الله جل وعلا أعظم العطاء وأجل المنح وأجل الغايات على الإطلاق. ولهذا جعل الله جل وعلا أعظم الحرمان لأهل النار أنهم محجوبون عن رؤية وجه الله الواحد القهار. قال ربنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنظرة النعيم على تلك الوجوه لأنهم يرون وجه ربهم، وقد جاء في الأثار ما يدل على أن لله عبادا يمتعون يوم القيامة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. لله عباد يمتعون غدا في الجنة برؤية وجه الله بكرة وعشية، وهذا أعظم عطاء يناله أهل الجنة. ولا ينالونه كلهم، لكنهم كلهم يجتمعون على أنهم يرون ربهم، لكن منزلة أن يروا وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه بكرة وعشية هذه لقوم دون قوم، هذه لبعض أهل الجنة دون بعض. فقال الله عز وجل: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. فقوله جل وعلا يسقون دليل على أنهم مخدومون، وقد دل على ذلك آيات أخر في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فهم مخدومون بصريح القرآن وبصريح السنة، وقد قال الله عز وجل هنا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. اختلف في معنى الرحيق، فقيل إنه كل شراب لا غش فيه، وقيل إنه صفوة الخمر، فالخمرة العتيقة البيضاء التي لا يشوبها كدر تسمى رحيق، ومن قال بهذا يستشهد بأن العرب قالت هذا في شعرها. ثم قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. واختلف الناس، اختلف العلماء، اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا مختوم وقول الله جل وعلا ختامه مسك. فبعضهم ينحى يقول إن المقصود آخر ذلكم الشراب صفوا ومسكا، إذ أن الأصل في الأشياء أن يكون آخرها كدرا، الأصل في الأشربة أن يكون آخرها كدرا. فقول الله عز وجل ختامه مسك، أي أن آخر ما يشربونه لا يكون كدرا كسائر الأشربة، وإنما يكون رائحته رائحة المسك، وهذا محمل ومعنى قاله بعض أهل العلم والآية تحتمله. وقال آخرون إن معنى قول الله عز وجل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قالوا إن المراد أن ذلك
الشراب ذلكم الرحيق قد ختم عليه فلا يمس ويمنع كل أحد عنه حتى يفك ختمه الأبرار حتى يفك ختمه الأبرار. فقد جرت العادة في تلك الأزمنة أنهم يختمون على الأشياء بالطين، وفي زماننا هذا يختمون على الأشياء بالشمع، لكنه جل وعلا يقول ختامه مسك، فتلك الأشربة مختومة لم تفك بعد، لم ينلها أحد قبل، ومع إنما إذا جاء هؤلاء الأبرار الجنة فكوا ذلك الختام. ما ذلكم الختام؟ قال الله عز وجل يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.